مين هيدفع؟ دي طيب. المشكله الثانيه. انا موضوع الفلوس برضو، موضوع الدعم، موضوع المجتمع المدني، ده كله بيخليني اروح برضو لمحور تاني، ازاي ممكن المجتمع المدني يساهم في ده. وحضرتك قلت مجتمع اهلي والقانون نص على كده، وجود المجتمع الاهلي ومشاركته. الحقيقه كان في تجربه محترمه جدا من مؤسسه صناع الخير، دخلوا في موضوع الحضانات، واعتقد ان هم عملوا بالفعل انجاز في الاقصر، وجمعوا مبالغ ماليه وقاموا بانشاء حضانه هناك. انا التجربه دي الحقيقه تهمني قوي ان احنا نسلط الضوء عليها، مع انه في الاعلام الحقيقه احنا ناقشناها كتير، لكن لما اتكلم على دور المجتمع المدني هنا لازم نشير لهذه التجربه ونفكر بها الناس، ونعرف ازاي ممكن بقى نكتر منها، يعني زي ما بيقولوا هاو تو ماكسمايز التجارب دي. خلونا ناخد هاتفيا الاستاذ مصطفى زمزم، رئيس مجلس امناء مؤسسه صناع الخير. يا اهلا بيك يا استاذ مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك. من اهلا وسهلا. بنشيد الحقيقه بتجربه الحضانه اللي عملتوها في الاقصر. عايز اعرف بس التجربه دي كانت الياتها ايه؟ اخذتوا وقت قد ايه عشان تشتغلوا فيها؟ ليه اخترتوا الاقصر انكم تبداوا بيها؟ وهل انتم مكملين في موضوع الحضانات؟ انا عارفه ان ليكم انشطه تانية طبعا ليها علاقه بالعيون وعمليات اخرى، بس عايز اعرف يعني موضوع الحضانات ده اشتغلتوا فيه ازاي يا فندم، وصلتوا فيه لايه؟ حقيقه خليني اشكر حضرتك على فتح الملف ده، لان يمكن احنا كمجتمع مدني كنا بنعاني من بعض العجز دايما في الحضانات في اقليم او جنوب الصعيد بالتحديد. كان في بعض الاسر بتقطع مسافات كبيره جدا من الاقصر او قنا الى جامعه اسيوط او في بعض الاحيان الى اسوان، وده كان احنا بنلف القرى دايما بنشوف في حملات العيون وحملاتنا في فيروس وكل الانشطه اللي كنا بنحاول نقضي على قائمه الانتظار فيها لبعض الامراض من كل الجمعيات الاهليه اللي كانت بتتعاون معانا. فوجدنا ان كان في ازمه كبيره جدا في محافظه الاقصر بالتحديد، وتعاوننا مع وزاره الصحه، تم تخصيص مكان لانشاء مركز حضانات في المحافظه نفسها ومدينه الاقصر بالتحديد. الحمد لله بدانا ب 20 حضانه، والمركز دلوقتي يمكن 20 حضانه؟ 20 حضانه، والمركز دلوقتي يمكن اكتمل في 20 كمان تم تخصيصهم من صندوق تحيا مصر بعد عرض الموضوع على السيد الرئيس، ومساهمه من القوات المسلحه ب 20 اخرين، فيمكن المركز وصل لاكثر من 60 او 70 حضانه حتى الان. كان في اشراف من المحافظ بشكل مباشر على كافه الاحتياجات. المشكله الكبيره كانت بتواجهنا هو نقص التمرين، مش فكره الحضانه. يعني دايما عندنا الحضانات الحمد لله بنعرف نوفر من اهل الخير او من الشركات او من المسؤوليه المجتمعيه للقطاع الخاص بيقدروا يشاركوا ويساهموا معانا. والحقيقه اتنقلنا لمحافظه سوهاج فيما بعد، ثم اتنقلنا لمحافظه اسوان، وبدانا انشاء ايضا مركز اخر للحضانات. لكن الازمه الكبيره كانت بتقابلنا دايما ان تقدري توفري التمريض اللي بيتم تدريبه بشكل جيد، الاشراف الطبي المتخصص. انا لسه ضيوف الكرام كانوا بيتكلموا في الجزئيه دي محدده، التمريض المتخصص اللي فاهم يتعامل ازاي مع الحضانه، مش اي ممرضه ممكن تكون مشرفه على حضانه. لازم بيكون لهم تدريب معين ومتخصص، وده الحقيقه كانت الازمه الكبيره اللي بتقابلنا، وبنحاول نتغلب عليها ببعض المتخصصين من الاساتذه في الجامعات المصريه بيشاركونا في ده، وبيحاولوا يدربوا ويوفروا لينا الكوادر المدربه بشكل متخصص في رعايه الاطفال اللي في الحضانات. لكن الامر كمان يمكن شويه في الصعيد كان بيمثلنا صعوبه اكبر، يعني كل ما بندخل في جنوب محافظات جنوب الصعيد كانت المشكله عندنا اكبر في توفر العناصر ديت. الحقيقه بدانا نتكلم مع السيد وزير التعليم العالي، وكان الدكتور احمد عماد لما كان فتره وزاره الصحه، ان نبدا نشوف برامج تدريبيه متواصله طول العام، يعني على قدر الامكان بنحاول نعمل ده الفتره ده ثاني، ونعيد الصياغه مع الساده الوزراء سواء وزيره الصحه ان شاء الله او السيد وزير التعليم العالي، نوفر ده من خلال الجامعات المصريه، ويكون ده الشراكه اللي بين المجتمع المدني وبين الجامعات المصريه. في حاجه في تشريعات البرلمان يا استاذ مصطفى محتاجينها؟ في اي حاجه قابلتوها طول فتره عملكم دي حسيتوا ان في قانون محجمكم شويه في التعامل مع فكره الفاندنج او الدعم المادي او انشاء الحضانات دي؟ لا، هو الحقيقه كان ده بخصوص بشكل عام قانون الجامعات الاهليه، وده خلاص تم يعني الموافقه عليه او اتخاذ القرار، واللائحه اظن بتتنفذ دلوقتي او بيتم تطبيقها الفتره الحاليه من خلال وزير الضمان الاجتماعي. انما ما فيش عائق بيقابلنا ولا من الدوله بشكل عام، يعني كحكومه الامر بس يبقى عندك عكس في العنصر البشري المدرب بشكل كف اللي يقدر يقوم على رعايه الاماكن. انا ممكن اجيب اكثر من 1000 حضانه، ما عنديش مشكله دلوقتي كمجتمع مدني ان احنا نوفر، لكن للاسف الشديد هتوفر الحضانات تشغيل توفريها في كل القرى او النجوع او المحافظات
ومش هنلاقي العنصر اللي يحافظ عليها او يشغلها بشكل فيه كفاءه وفيه احترام حتى للطفل اللي موجود داخل الحضانه دي. للاسف الشديد عندنا حضانات كانت موجوده في هذه المحافظات وتم اهدارهم او عدم الصيانه بشكل في امانه وفي حفاظ عليها، وده بيفقد يمكن للدوله موارد كبيره جدا. يعني اكتشفنا ان كان في مراكز فيها حضانات في بعض المحافظات ديت ومفيش اهتمام ولا صيانه ولا تدريب ولا اي نوع من الاهتمام بيها، وده شيء احنا كنا حزينين جدا ان احنا نبدا نعمل نفس المشروع تاني وبيحصل نفس المشكله. فده اللي احنا بنوجه الرساله دايما لكل المسؤولين في الدوله، ان احنا عاوزين تكاتف من كل الجهات سواء التعليم العالي او الصحه، ان يكون عندنا عناصر مدربه بشكل كفء. ده اللي هيفيد المحور ده او النشاط اللي بنشتغل فيه. أنا الحقيقة ما كنتش متخيلة أن أنا في كلامي معاك يا أستاذ مصطفى هعرف منك أنه فكرة توفر التمريض والعمالة البشرية أصعب بكتير من توفير الفلوس نفسها. يعني ده ما تخيلتش الحقيقة أن الصعوبة والتحدي الكبير هيبقى هنا في المنطقة دي. لا الحقيقة ده التحدي، يمكن حضرتك نزلت معانا بشكل شخصي في مبادرة عينيك بعيننا لمكافحة الإسعافات العامة، وشفتي قد ايه لما توفر معانا عنصر بشري الاطباء النمط في مصر الحمد لله على اعلى الكفاءات. الاطباء والفنيين التكنيشنز الناس دي كلها كانت متوفره الحقيقه، كانوا عاملين شغل هايل. ما كانش عندنا مشكله هنا في العنصر البشري، فكان اجهزه كلها معانا او الطبيه. عملنا حمله في العيدون بالذات مستشفى كامله في منطقه حلايا ابو شلاتين، ما كانش عندنا اي مشكله ان معايا عناصر طبيه على اعلى مستوى بتدرب اطباء في افريقيا. ولحد دلوقتي انا عاوز اقول لحضرتك ان احنا في كينيا وتشاد وبعض الدول الافريقيه معتمدين اعتماد كلي وجزئي على الاطباء المصريين وعاملين اسم كويس جدا في مجال الرمض بالتحديد في افريقيا. فاحنا ما عندناش ازمه في الاطباء مثلا في تخصص زي الرمض على سبيل المثال، ويمكن بيلجا لنا بعض الدول الخليجيه دلوقتي وبعض الدول الافريقيه ان احنا يعني بيطلقوا على مصر المركز الاول في العلاج في امراض العيون. يعني فانا بديكي مثل بالجزئيه بتاعت مثلا العيون مقارنه بمشكله الحضانات في مصر. بالظبط، انه انت ماشي في الطريقين بس عندك طريق فيهم متوفر فيه العماله البشريه فمسهل لك الدنيا جدا. صحيح. وعندك موضوع الحضانات ده اللي عندنا فيه ازمه طبعا. صحيح مظبوط يا فندم. بشكرك جزيلا. ثواني يا استاذ مصطفى اتفضل يا دكتور. ان زي ما كل ما بتكلم مع سياده النائب قبل الهوا ان احنا في وزاره التعليم العالي ابتدت لكسر الحلقه اللي موجودة في العمل البشري عن طريق المستشفيات الجامعية. قانون المستشفيات الجامعية الجديد البرلمان طلعه لائحة تنفيذية تم الانتهاء منها تقريبا، توجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وبنشاط ملحوظ من الدكتور حسام عبد الغفار أمين عام المساعد للمستشفيات. دي هتكسر الحلقة عن طريق الثلاث حاجات الأساسية. المشاكل اللي عندنا في مصر إن توافر